بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. زيارة القبور على ثلاثة أقسام. بسم الله الرحمن الرحيم. قبر الله زيارة قلوب ويش ترو بيت ويش ترو. الأول زيارة شرعية. دريت ترو شريعتك. والثاني زيارة بدعية محرمة. يكنتي عرام بلغون بدات. دي جملك. والثالث زيارة شركية. يجونش بشرك شرك بلغون زيارة قبر. الأول الزيارة الشرعية. بلنتي شريعة طاقة زيارة. لابد في الزيارة الشرعية من شروط ثلاثة. شريعة طاقة زيارة تجن ويت شرط كي ويت شرط. أن ينوي بزيارة القبور تذكر الموت، تذكر الدار الآخرة. بلنتي نيتي نيتي غندوش كريك ولم تذكرن زي عقرت تذكرن دي نيت بوش كريك. الثاني ألا يشد إليها الرحل، يعني لا يسافر، يخرج مثلا من مدينة إلى مدينة أخرى لزيارة القبور. يكنتي شرط атайлап сапар сапар алып барбаш керек. Мысалы атқа мініп жолсо бір шардан екінші шарға барам деп атайлап сапар алып қабырға барып барбаш керек. ان ينوي الثالث ان ينوي بهذه الزياره الدعاء له وللاموات. үшіншісі ниеті болуш керек. Ошол жаққа зиярат қылып баратқанда қабырға өзі үшін жана ошол қабырда жатқан марқұмдар үшін дуа қылам деген ниет менен. فإن دعاء الأموات من دون الله كانت زيارة شركية بل هي الشرك الأكبر. إذا ده يوزن دعاء ما ركنا دعاء غلام مس. أشلون رقى بارب ترب خير الله. بالار قا غير دعاء غلام دين بوسا. عند بول شركي زيارة بروت. عند شون شرك بروت شون شرك. وإن بهذه الزيارة دعاء الله سبحانه وتعالى. لكن عند الأموات كأن يقول مثلا عند القبر دعاء مستجاب، يدعو مثلا زوجة صالحة أو رزق، هذه زيارة بدعية محرمة. إذا إيه زيارة قبر البرد كان دعاء غلام ده بوزنو نيت بوزن وشنا غلام ده بوزن دعاء غلام ده نيت كل برد بروق وين ده من ده يور وشول جاكتا جاكشرا أكتر وشول جاكتا دعاء جاكشرا قبر ده ده مثلا بوزنو بير تقوى عيال سرعان تات الله تان سرعان وشول جاكتا جاكشرا جواب كده تيجي ترى موسى بول بيدات برد.